ها راك بالتليفون، وين الكاميرا؟ ممنوع. وذلك رغبة منا في الترويح عنهم وأيضا معايدتهم وربح الأجر، وأيضا رافقونا مجموعة من البراعم حتى تكون لهم نظرة عن مختلف أنشطة الجمعية، وفي نفس الوقت حتى يكونوا حاملة للمشعل مستقبلا إن شاء الله. ارتقينا كشافة بتساهم في هذا المناسبة، بتقدم لهم هدايا لأطفال الصغار مع جمعية البسمة اللي هي التنسيقية، الله يبارك، رائدة في هذا العمل، وحنا رانا ساهمنا في قدر الإمكان باه نديروا بسمة العيد في وجوه الأطفال الصغار. بارك الله. كانت اليوم لينا نينو، كانت ليه دعوة من جمعية البسمة، الكشافة الإسلامية، كانت لينا اليوم زيارة لمستشفى مكور حمو عين دفلة من أجل الزرع وصناعة البسمة لقلوب أطفالنا، المرضى اللي نتمناو لهم الشفاء العاجل. نشكر جميع الأعضاء وكل من ساهم ولو بالقليل. كلمة واحدة، ما ننساوش أطفالنا في فلسطين، ربي يحفظهم إن شاء الله، ربي يرحمهم إن شاء الله. آمين إن شاء الله، أدعو غير الآدم إن شاء الله يبرأ. آمين إن شاء الله. اليوم ما كاش كيما أتدعي ربي.